الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك
نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ففجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقت خلقك من تراب قال
سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله كل
لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال ويوم تسير الجبال ويوم تسير الجبال وتري الأرض بارزة
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إنما أنا بشر مثلكم
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إلى سيدي صاحب هذا المقام الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا خاشعين إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات والتي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العاصي ناصر، وذلك في بداية شعائر صلاة الجمعة التي ننقلها لكم من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق. ويحين موعد الصلاة